تركي دائما يتجدد سؤال، هل اعترف الفيفا بالاتحاد الكويتي كرة القدم الحالي؟ يعني اخوي ما ادري شو تشوف انت، الكويت نظمت كاس الحين منظم كاس الخليج، المنتخبات السبعة مشاركة ويا الكويت، الحكام جايين من الاتحاد الاسيوي، في مراقب من الاتحاد الدولي، رئيس الفيفا حضر الافتتاح يا الكويت واعلن برفع الايقاف على الكويت. يعني الاعتراف رسمي بتر. ما في شك.